أدركت أني أصبحت في منتصف العمر. لم أعد جيدا جسديا أو نفسيا. أين سنذهب؟ أردت أن أبقى وحدي فقط. ماذا تريد مني؟ وأروح عن نفسي. عشت الحرية المطلقة. أنت بأمان. كنت ألعب بالنار. النار حقا. وحان وقت دفع الثمن. أدخلوه. سأصبح ثريا جدا. ما هذا الغباء؟ عام 2003 كنت في 42 وانفصلت عن زوجتي مؤخرا. فشل زواجنا وكان الوضع المادي مزريا. كان لدي موقع عمل على الانترنت وتدهور العمل كليا أيضا. خسرت كل شيء فعليا. تدمر ثقتي بنفسي ولم أعد واثقا مما سأفعله. كنت أمر في أزمة منتصف العمر. شعرت بالفراغ. فراغ مطلق. وما بقي من عائلتي توأمي هارولد. كيف الحال؟ كنا نساند بعضنا. لا يمكنني، فأنا أعاني من أزمة مالية. يعتبر الأخ التوأم جزءا منك، فأنتما تفكران بنفس الأمور وتقولان نفس الأشياء. إن مررت أنا وأخي التوأم بمشكلة ما، نعمل على حلها سويا. بإمكانك المجيء متى تشاء. كان هارولد متزوجا ولا أستطيع العيش معه. لن أفرض نفسي عليك. وكنت عزيزا نفسي جدا. لم أعد أتقبل عيش نمط الحياة التي كنت أعيشها حينها مطلقا. لذا كان علي العثور على مكان أعيش فيه، وكان مأوى المسافرين هو الخيار الوحيد. الدخول إلى المأوى ليس بالأمر السهل. مرحبا. مرحبا. كان علي تجاوز وصمة العار. حسنا ديفيد. ها ألف راء تاء. إن كنت من جنوب أفريقيا وتقيم في مأوى فهذا يعني أنك تمر في ضائقة ووقت صعب، لكنه كان مكانا رخيصا. كنت أدفع 50 راند يوميا. اتبعني. أين هو سريري؟ رأيت الوضع الذي يعيشه الناس على الأسرة في مأوى المسافرين وشعرت بالحنين للمنزل. أريد النوم على السرير العلوي من فضلك. سأخذ السرير العلوي. لم أتأقلم في مأوى المسافرين ذاك. كان تغييرا كبيرا علي. شعرت وكأنني فاشل. فهمت طبيعة الحياة هناك في الليلة الأولى. لم أكن أعرف من سيدخل ليلا أو أستيقظ على صوت أحد ما وهو ملقى على الأرض وأنظر إليه وأقول استيقظ تتقيأ على الأرض، ثم نتشاجر. لا يمكنك التقيؤ على الأرض هكذا. لم أرى مستقبلا ولم أرى نهاية لهذا. كان لابد لي أن أنظر إلى نفسي بقسوة. هل أخرج وأبكي على حالي؟ أم أبقى في هذا المكان؟ أم أجرب شيئا مختلفا؟ عادة ما كانوا يقيمون حفلات شواء في معظم عطل الأسبوع. كان ذلك يشغلني عن الطلاق وينسيني الوضع الذي وصلت إليه. اندمجت مع أشخاص لم أتوقع أن أصاحبهم من قبل. ثقافات مختلفة، طريقة كلام مختلفة، ملابس مختلفة، أحاديث مختلفة. هذا مدهش. قلت لهم إني لم أسافر من قبل، لم أغادر من قبل، ولم أجرب الذهاب خارج البلد. يجب أن تفعل ذلك. ما الذي يمنعك؟ شجعني لقاء هؤلاء الأجانب على السفر. غير هؤلاء المسافرون شخصية ديفيد هارت القديمة.
كان الأمر وكان أحدا ما فتح نافذة ليدخل منها كل هذا الهواء الطلق. في إحدى الليالي التفت وإذ بشخص ما يقف أمامي. مرحبا. مرحبا أنا ديفيد. بن. كان بن واثق النفس جدا، لم يكن يرتدي ملابس للفت الانتباه، كان يبدو أنيقا فقط. تستمتع هنا؟ أجل. ثم قال لي فجأة: هل تود الذهاب إلى موريشيوس؟ هل تود الذهاب إلى موريشيوس؟ يبدو هذا رائعا. أنا أعمل في شركة. نحن نعمل في دول خارجية. حقا؟ ما نوع العمل؟ دعنا نتحدث. قال لي: ستجني الكثير من المال وستقضي أسبوعا في فندق، هل يهمك الأمر؟ يبدو شيئا رائعا. ماذا سأفعل؟ كل ما عليك فعله أخذ شيء معك. قال إنه سيكون زوجا من الأحذية الجلدية. هكذا إذن. ماذا ستضع في الأحذية؟ أخبرني بن أنه سيضع ممنوعات. لم يكن لي صلة بالممنوعات، لم أكن أعلم شيئا عنها. ثم قال لي: لما لا تذهب مع صديقة؟ وسأدفع تكاليفكما. ستدفع تكاليفنا؟ ديان. كانت تلك الفتاة ديان تقف بجواري. قلت لها: أتودين الذهاب إلى موريشيوس؟ أجل. قال بن: أنت مناسب، لديك المظهر المناسب، تبدوان مناسبين، ما من مشكلة. أعرف أحدا ذهب إلى هناك. أخبرتني ديان أنها تعرف أحدا أرسله بن إلى موريشيوس قبل أسبوع. قضى وقتا رائعا. ما ستفعلانه مسؤولية كبيرة، فهناك الكثير من المال. قال بن إنه سيتصل بي في صباح الغد وغادر. لو قال لي: هل تريد أن تصبح مهرب ممنوعات؟ لكنت قلت لا، لكن الطريقة التي سألني بها جعلت الأمر مختلفا كثيرا. شعرت أني تشرفت باختياره لي نوعا ما، فهو اختارني ليمنحني هذه الفرصة، تملكني شعور جيد. ولأن الرحلة كانت إلى موريشيوس، وبما أن الجميع يحب الذهاب إلى موريشيوس، حسمت أمري، لم أتردد في أخذ القرار. مرحبا أنا داي. مرحبا. أهلا ديفيد. لنبدأ. في الصباح التالي أراني بين الحذائين وقال إننا سنأخذهما، حذائان جلديان جديدان ولامعان. ثم قمت بسؤاله: ماذا فيهما؟ فقال: ممنوعات. لم أعي هول الموقف إلا حين ناولني الحذائين، لم أتعامل مع هذه الأمور من قبل ولا أعرف شكل الممنوعات، وهو لم يرنا الممنوعات مطلقا. إنهم منظمون للغاية، لم يتم الإمساك بأحد على الإطلاق. لا تقلق أبدا. أخبرني ذلك بصدق مطلق. لا بأس، أنت بأمان. وهذا تحديدا ما جعلني أشعر بارتياح كبير. جربهم. ما الكميات التي يمكن وضعها في زوج من الأحذية؟ أنت سعيد؟ باعتقادي ليست كمية كبيرة. أجل. أعطانا بعض المال، 5,000 دولار لنتقاسمها، ثم قال: استمتعا بالرحلة. سنستمتع. من الجيد أن بين ظهر في حياتي، أعطاني توجيهات. إن كنت بخير فأنا بخير. كنت أغادر جنوب أفريقيا وأقوم بشيء رائع. لم يخطر في بالي أبدا أنني أقوم بشيء خاطئ وغير قانوني. كنت محظوظا. أخبرت أخي التوأم هارولد أني ذاهب في عطلة مع أصدقاء. سأراك بعد قرابة أسبوع، اتفقنا؟ هيا. حسنا، الوداع. على المسافرين التوجه إلى القاعة الثالثة. ذهبنا في رحلة من كيب تاون إلى موريشيوس. لم أكن أفكر في الأمر أنني مهرب ممنوعات، لأنني كنت أرتدي حذاء لا أكثر. كنت أعيش في قوقعة وغير مدرك للخطر بشكل ساذج. لم أرد أن أعرف ما سيحدث لي إن تم القبض علي. عندما نزلنا من الطائرة كان الحذاء متينا تماما، فقد كان جديدا. كان يصدر صوت صرير مما جعلني أرتبك لأنه يصدر القليل من الضوضاء. كنت أرى رجال الأمن ينظرون إلي، شعرت بالتوتر. كنت أريد أن أنتهي من أمر جوازات السفر فقط وأصل إلى موريشيوس.
كيف سأتمكن من تحمل هذا العبء؟ فقد كنت متوتراً، متوتراً للغاية. استمتع بإقامتك. أهلاً في موريشيوس. التفتت ديان نحوي وقالت: هل أنت بخير يا ديفيد؟ هل تريد وضع الحذاء في الحقيبة؟ فقلت: لا، أنا متوتر جداً. أهلاً بكما، جوازي السفر؟ حين وصل دورنا وضعت قدمي بعد الخط الأحمر وقلت: ديان، وصلت موريشيوس قبلك. وصلت موريشيوس قبلك. وضحكنا. ختمت الموظفة جوازات السفر وقالت: استمتعا بالإقامة. ثم عبرنا وشعرت بارتياح عالم. كنت راضيا عن نفسي تماما. ركبنا في سيارة الأجرة، كنا متحمسين جدا. كان مكانا خلابا، كان كذلك حقا. وصلنا إلى ذلك الفندق، فندق جميل قرب الشاطئ الممتلئ بأشجار النخيل. كان مذهلا مذهلا مذهلا. أهلا بك في الفندق سيد هارت. هذا لكما صديقاي. كان بانتظاري هاتف خلوي، بطاقة وبعض المال، 3,000 أو 4,000 دولار. استمتعا بالإقامة معنا. شكرا. من هنا سار كل شيء بسلاسة. وصلنا إلى موريشيوس، لكن علينا توصيل الحذاء الآن. أتذكر أني كنت أقول لنفسي: لا يزال من الممكن أن يمسك به. رن الهاتف وقال أحد على الهاتف: أيمكنك لقاؤنا في الخارج؟ أجل. هذا كل شيء. لذا قلت لديان: سأنهي العملية الآن، دعينا ننتهي من الأمر. حسنا، لا بأس. حسنا، اعتقدنا أنهم سيأتون ليأخذوا الحذاء ويرحلون، لكن السيارة توقفت وقال رجل على الفور: أنتما من جنوب أفريقيا؟ قلت: أجل. فقال: اركبا. شعرنا بالتوتر. وعندما كنا في السيارة رن هاتف سائق السيارة، كان يتحدث في لغة لم نفهمها. أصبحنا متوترين جدا حينها. كان الجو مظلما تماما. ووصلنا إلى الضواحي. وفجأة أتت دراجة نارية من خلفنا. ماذا يجري؟ كان يصرخ خلفنا. أصبح بموازاة السيارة ثم قال: أعطهم الحذاء، أعطهم الحذاء، أعطهم الحذاء. أرخيت نافذة السيارة وكان أمامي رجلان يرتديان خوذتين. أعطه الحذاء. أخفض ديان رأسها وكانت مذعورة جدا. أخذت الحذاء وأخرجته من النافذة ومد يده ليمسكه. حالما أعطيته الحذاء انطلقت الدراجة النارية للأمام، والتف سائق السيارة لليسار بقوة. وقاد السيارة بسرعة جنونية. شعرنا بارتياح كبير بأننا تخلصنا من الحذاء، ارتحنا كثيرا. شعرت وكأنني حققت إنجازا كبيرا، نجحت. منحني الثقة واحترام الذات. فقد قمت بشيء فيه بعض المخاطرة ونجوت. قضينا وقتا رائعا لأنهم دفعوا تكاليف كل شيء. عشنا أياما رائعة واستمتعنا بجمال المكان جدا.
يلا روعة. من أجل موريشيوس. اعتقدت أن الأمر ليس خطيرا وأن الحياة ستبقى جميلة هكذا، وعرفت أنني سأعود وأكرر الأمر لأن هذا العمل سيدر علي الكثير من المال بسهولة. بعد أن عدت إلى جنوب أفريقيا عدت إلى مأوى المسافرين. عدت إلى تناول الفاصولياء المعلبة بعد الاستمتاع بأفضل وأرقى المأكولات الشهية. كان شيئا محبطا، محبطا للغاية. فقد تذوقت طعم الرفاهية، تذوقت طعم الحرية المطلقة، وجيبي ممتلئة بالنقود وأستمتع بالحياة فقط. بن، أجل. لذا عندما اتصل بي وقال لدينا عمل آخر لك، قلت رائع، متى سأذهب؟ خلال يوم أو يومين. أردت العودة للسفر مجددا لكني لم أريد مشاركة المال مع أحد، أردت الاحتفاظ به لنفسي. حسنا، سألتني مجددا متى سنذهب؟ فأجبتها لا أعتقد أن علينا العودة بسرعة، فقد يثير هذا بعض الشبهات. حقا؟ لماذا؟ لا يمكننا السفر طوال الوقت. قلت لها دعينا نرتاح ونستمتع قليلا. أردت أن تفهم ديان أني عندما أذهب في المرة التالية سأذهب بمفردي. أخبرتها أني سأتصل بها عندما يطلب مني الذهاب مرة أخرى. مرحبا يا بن. ديفيد، أهلا، كيف حالك؟ جيد، ماذا عنك؟ بخير. تبدو بحال جيدة. كل ما كان علي فعله هو التأكد من أن الحذاء بنفس مقاس قدمي، لا أكبر ولا أصغر. إلى أين؟ إلى موريشيوس مجددا. أخبرني أنها ممنوعات، لكني لم أفكر بالأمر حتى. لا مشكلة، شعرت بالفخر أنهم يثقون بي، ولم أفكر بأنهم يستغلونني فقط. وقبل أن أستوعب الأمر، لا تقلق، كنت في طريقي إلى موريشيوس. هبطت الطائرة في 26 يناير عام 2004. شعرت بالراحة مجددا لأن الحذاء لم يبدو مثيرا للشبهات. أهلا بك في موريشيوس، جواز السفر. تفضلي. شكرا. عندما وصلت إلى الجمارك سألوني ما سبب زيارتك؟ أتيت في إجازة. شعرت بالخوف في تلك اللحظة. لما عدت بهذه السرعة؟ أدركت في تلك اللحظة تماما أنه إن تم القبض علي ستكون قضية كبيرة، لكن لم يسألوا أسئلة أخرى. استمتع بالإقامة. وأردت العودة. وصلت إلى الفندق وأخبرتني موظفة الاستقبال أنهم سيأتون لاستحاب في الصباح. ثم قلت لنفسي أن رحلتي إلى موريشيوس ستكون مثيرة للشبهات، لكنني كنت ألعب مع الشر. وفجأة ظهر أمامي رجال مسلحون. أمسكوا بي بشدة وأطبقوا على نفسي. أبعد يديك. حملوني فعليا وأصبحت قدماي متدليتين إلى الأسفل. أنت رهن الاعتقال. أبعد يديك. هيا بنا. جرني رجال الشرطة إلى غرفة نومي. اتركوني، ماذا تفعلون بي؟ ماذا تفعلون؟ ثم قال أين الممنوعات سيد هارت؟ أجبته لا أعرف عما تتحدث. فتشوا الغرفة. فتشوا كل شيء. كان الوضع جنونيا. كان واثقا تماما من أنه سيجد ممنوعات، وأنا جلست مرتديا حذائي بهدوء. حاولت جاهدا أن لا أرنش أو أشهق أو أسعل أو أفعل أي شيء غير طبيعي، وأن أحافظ على تعابير وجهي الهادئة. لكن أحد رجال الشرطة مر قربي وضرب قدمي بالخطأ مما أوقع حذائي. وبهدوء لبست حذائي مجددا. لبسته بهدوء أمامهم. إن أردتم الممنوعات انظروا إلى قدمي.
توقفوا. قال فجأة: آسف سيد هارت، أعتقد أننا ارتكبنا خطأ. قال إن معلوماتهم خاطئة، وأضاف: استمتع برحلتك. حينها فكرت في نفسي: حسنا، فتشوني ولم يجدوا شيئا، هذا شيء رائع، أنا آمن تماما وبلا شك. لكن تحولت الفرحة إلى ذعر. لم أتمكن من البقاء في ذلك الفندق، والممنوعات في حوزتي لم أكن ليسمح بحدوث ذلك. من الممكن أن أكون مراقبا، علي أن أخرج الممنوعات من الحذاء، لذا قررت أن أرمي بما هو موجود داخل الحذاء في المرحاض. هل أستطيع؟ فلم أعرف ما هي الكمية. ثم رن الهاتف. مرحبا. مرحبا ديفيد، هل لديك غرض لي؟ أخبرتها أن الشرطة أتت إلى هنا. قالت: لا تقلق يا ديفيد، كل شيء تحت السيطرة. متى سنلتقي؟ لنلتقي الآن. ستكون بانتظارك سيارة أجرة في الخارج. كانت هذه غلطة الكبرى. كنت أحاول الاعتماد على حدسي، لكن لم يكن حدسي صادقا حينها. كل ما كنت أراه منطقيا حينها هو الركوب في سيارة الأجرة والتخلص من الممنوعات. رن هاتفي، لكن المتكلم كان رجلا هذه المرة. اسمعني جيدا. أخبرني أنه سيأتي رجل يرتدي بزة بنية اللون، أعطه الغرض. نظرت خلفي ووجدت سيارة، لكنهم حافظوا على مسافة بيننا. ربما أشعر بالريبة. أردت أن أتخلص من الممنوعات فقط. أعطيته الحذاء بيدي هكذا، ومن العدم تماما قف، ظهر مسلحون من حولي. ابتعدوا عني. أين الحذاء؟ وذو البزة البنية هرب. ابتعد عني، ابتعد. ارفعوه. رفعوني على الأرض. قال لي ضابط شرطة نفسه: أمسكت بك وقال حان الوقت لتدفع الثمن. خذوه. أخذوني إلى غرفة، ثم قاموا بفتح الحذاء. كان بداخله كيسان صغيران بهذا الحجم. 200 جرام، 50 جراما. كيس في كل فردة. 250 جراما. 500 جرام. نصف كيلو جرام في فردتي الحذاء. وكانت تلك المرة الأولى التي أرى فيها شكل الممنوعات. كانوا يريدون فقط معرفة العميل. من التاجر الكبير في موريشيوس؟ من كان سيستلم الممنوعات؟ لا أعلم، كنت أرتدي الحذاء فقط. أنا آسف. عندها توقف الاستجواب، فقط أرادوا اعترافا. حينها علمت أنني ارتكبت خطأ. وقع هنا، ومن دون تردد وقعت على الاعتراف. ظننت أن يطلبوا غرامة فقط وسأعود للوطن. ما هذا الغباء؟ ستسجن 45 عاما. ماذا؟ ستسجن 45 عاما. 45؟ من أجل 500 جرام؟ ماذا تعني 45؟ ماذا فعلت لأسجن هذه المدة؟ انتهى أمري تماما. أنت؟ أرسلوني للحجز في السجن المركزي، وبدأت أدرك مدى هول المشكلة التي وقعت بها.
كانوا يصرخون ويصيحون في وجهي. سنقوم بهذا وذاك. كانت فوضى عارمة. وكنت خائفا، خائفا جدا. وضعوني في زنزانة. وأغلق الباب بقوة. كانت صدمة ثقافية كبيرة عندما رأيت وجوها غريبة ورسوما وأشخاصا فاقدين لأسنانهم. كانت مواجهة المساجين هناك صدمة بالغة. كانت الليلة الأولى مقلقة. كان هناك 4 أشخاص في الزنزانة وربع فراش، وهو المكان الذي سننام فيه. شعرت حينها أن كل حياتي قد توقفت. صدقوا ذلك. كان ذلك عندما أدركت أنه لم يعد لدي خيارات لمستقبلي. لم يعد يهمني إلا كيف سأنجو من السجن. هذا هو مستقبلي، كيف أنجو. تعلمت كيف تسير الأمور في السجن. في الصباح التالي يفتحون زنزاناتي في 6:30 صباحا. تقف حاملا وعاءك ويبدأ الجميع بتفريغ أوعيتهم. وكانت الرائحة بشعة للغاية. إن كان لديك المال وتود شراء السجائر، يحق لك شراء علبة سجائر واحدة في اليوم. سنقضي طوال اليوم في الساحة وليس في الزنزانة. علمت أن هناك شيئا ما يحصل. مرحبا، ماذا يجري؟ ثم قال لي رجل من جنوب أفريقيا: لا تطرح الأسئلة، سيتناولون الممنوعات. ماذا؟ ممنوعات. ممنوعات؟ ماذا؟ لم أرى أشخاصا يتناولون الممنوعات من قبل، لذا كان أمرا مرعبا. كنت أجد متناولي الممنوعات في كل مكان في السجن، يعيشون على تناول كمية تلو الأخرى. كان شيئا مريعا، وبدأت أشعر بالذنب حيال الأمر. فكرت حينها إن كانت من المواد التي أدخلتها إلى البلد، إلى أي مدى تؤثر عليهم؟ ما الذي تسببه لهم؟ شعرت بالسوء لأن الأمور تسير في السجن وفق الممنوعات. كان هناك عصابتان في السجن. كان زعيم العصابة يوزع الممنوعات ويبيعها. كنت جالسا في الساحة وإذ برجل من موريشيوس يدخل حاملا ساطورا. كانت شفرته عريضة وذراعه خشبية. أين هي؟ أين هي؟ قل لي أين هي؟ قل لي من أخذها؟ وكان هناك رجل في الساحة نفسها. من قام بهذا؟ يبدو أنه سرق ممنوعات من أحد آخر. هيا قل من فعل هذا؟ هذا ما يحدث عندما تعبث معنا. لم أصدق ذلك، لم أستوعب الأمر. كمية الدماء التي كانت على الأرض، لم أكن أعلم أن جسد الإنسان يحتوي على كل تلك الدماء. استغرقت رؤية شخص مقتول ومشوه هكذا الكثير من الوقت لاستيعاب الصدمة. شعرت وكأنني مسؤول عن هذا.
أصيب الجميع بالجنون بعد عملية القتل. أحرقوا الأفرشة. كانت فوضى. وبعدها سمعنا صافرة ودخلت فرقة مكافحة الشغب من الرجال المدربين تدريبا عاليا إلى السجن على شكل موجة. رأيت تلك الدرع الكبيرة أمامي. لا علاقة لي بالأمر، وقلب السجن رأسا على عقب. أرجوك لا أعرف شيئا. ليعثروا على السلاح. تصدر الشغب عناوين الصحف الرئيسية وحبسنا بزنزانات. حين خرجت أخيرا كنت بحاجة للاتصال بأخي التوأم هارالد. مرحبا، كيف أجري مكالمة هاتفية؟ لدي هاتف لكن هذا سيكلفك. حسنا. ثم أخرج هاتفه. شكرا. اتصلت بأخي هارولد. ثم سمعت صوت هارولد. كيف حالك يا ديفيد؟ بدأت عيناي تدمع، فلم أسمع صوته منذ اعتقالي. لست بخير. أخبرته بما فعلت. حسنا، ساعدني للخروج من المأزق. كل ما أردته هو أن يقول إنه سيأتي لزيارتي أو سيحصل على أفضل محام لي. هذا كل ما يدور في بالي، لكن كل ما قاله لي. يجب أن تتعايش مع الأخطاء التي قمت بها بحق نفسك. لا، لن أتي إلى موريشيوس. تقبل الأمر هارولد. أخي التوأم. تقبل الأمر، اتفقنا؟ كسر هذه الرابطة. كان مؤلما، لم يحدث معي من قبل. لم يقل لي أخي التوأم في حياته أن أتعايش مع الأمر هكذا. لكن لا يمكنك إظهار عواطفك في السجن. هذا ما يفعله بك السجن، يجعلك قاسيا. لكن عندما تكون في زنزانتك في الليل تخرج المشاعر المكبوتة وتستوعب كل ما يجري وتختبر كل ما رأيته. بدأت أبكي. إنها المرة الأولى في حياتي التي بكيت فيها، وبكيت وبكيت وبكيت. ظللت أنتحب باستمرار. لكن ماذا كانت ستفيدني هذه المشاعر في تلك اللحظة؟ لا شيء بالطبع. أدركت حينها أني وحيد، ليس لدي دعم. أنا وحدي، أنا وحدي، ديفيد هارت وحده. أنا الشخص الجالس في هذا السجن، علي أن أتصرف. كانت تلك حقيقة لا مفر منها. تملكني الاكتئاب بقوة، تملكني تماما. وصلت إلى مرحلة اضطررت للاعتراف فيها بالندم. إذن حكم علي في 26 سبتمبر 2006. ديفيد هارت. نعم. 9 سنوات. حكموا علي بسجني لمدة 9 سنوات بتهمة تهريب الممنوعات. وبما أنه لا يمكنني فعل شيء حيال الأمر، اذهب. تصالحت مع حقيقتي أن علي المضي بحياتي، لكن ارتكبت جريمة، ولكي أبرئ نفسي كان علي أن أقدم شيئا بالمقابل. شعرت أنه يمكنني إيجاد دور لنفسي أساعد فيه أي أحد يحتاج المساعدة. كانت تلك وسيلة التأقلم الأفضل التي وجدتها. تغيرت تماما، وكان هذا هو الجزء الأصعب. في السجن كان هناك 4 صفوف دراسية. صباح الخير. لذا قررت أن أبدأ في تدريس الحواسيب. لم يكن لدي كتب، لكني أعرف المبادئ الأساسية.
كنت متوترا جدا في الدرس الأول. هذا درس الحواسيب. وكنت أفكر ما هو الشيء الأول الذي علي كتابته على السبورة؟ درس الحواسيب. هذه الدروس ستكون نظرية. ثم انسجمت في الأمر وجعلت الأمر مسليا. موجودة على الشاشة وهي للبيع. أتعلمون ما هو المودم؟ إليكم ما هو. إنه أشبه بالهاتف الذي يصل حاسبين معا. إن كان أحد المستخدمين يريد العثور على تلك النافذة الصغيرة وبعد الساعة الأولى لم يرغبوا بالرحيل وتصلوا إلى هنا. منحني ذلك شعورا رائعا. صباح الخير أيها الطلاب. أجل أصاب هذا الشاب المودم. أجل 10 نقاط لهذا الشاب. أتى المفوض في أحد الأيام. تعال أثرت إعجابي وقال إنه سيضع حاسوبا لنا هنا في هذا المكان. سيكون هذا رائعا. أثبت أنك تستطيع فعلها. شكرا. اختلفت طريقة عيشي في سجني تماما. صباح الخير. لدي مسؤولية وشيء الأهم أني شعرت بأني مفيد. كنت أتوق لحصة الحواسيب كل يوم. الأمر المهم في بيانات الشبكة. وصلت في النهاية إلى تدريس 600 سجين وجميعهم حصلوا على شهادة مايكروسوفت للمبتدئين، وهذا بذاته ساعدني في تقديم شيء بالمقابل. شعرت بالرضا وامتلأ الفراغ بداخلي مع الإنجاز. قاربت 3 سنوات في السجن وتصالحت مع مدة عقوبتي في السجن. أذكر أني كنت أقرأ في إحدى الليالي وإذ بالمصباح ينطفئ فجأة. نظرت إليه وقلت ليس الآن. هل أحضرت لي مصباحا؟ لم يكن المصباح المناسب، إنه ليس دائريا. لقد أعطيتني المصباح الخاطئ. هذا مصباح بيضوي أحتاج إلى مفك لتركيبه. كنت منزعجا جدا لأني لم أتمكن من إنهاء قراءة كتابي. تساءلت لما لا يمكن جعل المقبس يأخذ أي نوع من المصابيح. ثم فكرة. صمم مقبسا. صممه. اصنع مقبسا لكل المصابيح. ثم قضيت كل ليلة أصمم فيها اختراعي. كل ليلة كانت تشغلني 7 سنوات. في شهر مارس 2014 ديفيد هارت قال لي الضابط ستعود إلى وطنك غدا. سأعود إلى الوطن. سأعود إلى كيبتاون غدا. سأرجع. سأعود إلى الوطن. تهانينا. قدمت إلى ذلك المجتمع ما يجب أن يقدمه كل سجين فيه. أثبت أنه حتى في أسوأ الحالات هناك شيء جيد. حين عدت إلى كيبتاون كان هارولد بانتظاري. أراد مني الانتقال للعيش معه، لذا وافقت وما زلت كذلك حتى اليوم. الشيء الوحيد الذي أثبت فيه أني سجين مثالي للمجتمع كان اختراعي مقبس المصباح. هذا المصباح دائري المدخل. سأفكه الآن. هذا المصباح بيضوي المدخل. ترون أن نقاط التوصيل غير متشابهة. هذا بالنسبة للمدخل البيضوي، وهذا المدخل الثنائي. سيغير هذا صناعة المصابيح الكهربائية. انتظرت 8 أعوام من أجل هذه اللحظة للكشف عن اختراعي. أجلس هنا الآن وأنا أشعر تماما بالرضا. لدي القناعة. ديفيد هارت القديم لم يعد موجودا بعد الآن. وعندما تتصالح مع نفسك تتصالح مع العالم. أجل